واحدة بتقول بتقول انا باخد دكتور كتب لي كورتيزون وانا عارفة انه خطر. فانا طبعا دكتور كتب كورتيزون هتاخديه؟ طب ما انا بقول لواحد هتعمل قلب مفتوح 3000 واحد هيقولوا انه خطر. في حاجة في الدنيا ملهاش خطورة؟ في حاجة انت لو عديت الشارع خطر ولا لا؟ لو عديت الشارع. لكن العادي ايه؟ انه مش خطر. يعني مش كل واحد هيعدي الشارع هيضرب عربية. فالكورتيزون زي واحدة غنية جدا جميلة جدا أبوها راقي جدا جدا أسرة طيبة جدا ناس متدينين كلهم وهي طلع عليها إشاعة إشاعة إنها سيئة السمعة. ما حدش هيتجوزها. ليه؟ عشان سيئة السمعة رغم إنها بص بقى بقية المزايا الكورتيزون كده. الكورتيزون دواء سيء السمعة لكن مفيد جدا جدا. لو تعرفوا احنا بنعالج كام حاجة بالكورتيزون. الكورتيزون هو أرقى الأدوية لتهبيط الجهاز المناعي لتثبيط الجهاز المناعي. تعالى هل كان ممكن ننقل أعضاء من غير كورتيزون؟ هل يعقل كده؟ طب ما هتترفض ما احط كيلو الواحد ما خدش طبعا كورتيزون وله ولاد عم أدوية كتير. يعني هل ممكن تعالج واحد خد حقنة بنسلين طلع حساس لها وحيموت حيموت إلا بالكورتيزون؟ هل ممكن تعالج الارتكارية الحادة اللي هي ممكن تقضي على أيام إلا بالكورتيزون؟ هل ممكن تعالج تقرحات قولون وهكذا؟ أعدلكوا بقى. فالكورتيزون دواء سيء سوي له حاجات جانبية طبعا طبعا بيعلي الضغط شوية يبقى بخلي بالي لما دي لمريض ضغط. يعني مريض ضغطه عالي ومحتاج كورتيزون اخلي بالي. بيعلي السكر شوية اخلي بالي لو هياخد واحد بتاع سكر عنده سكر يعني لو عرفت اتجنبه ما عرفتش هخلي بالي وهكذا. بيسمن شوية ده ايه ده على المدى البعيد ده لو هكتبه مثلا 5 6 7 8 اشهر. انما الكورتيزون دواء رائع ولكنه سيء السمعه.